ولذلك الذنب لا يكتب على الإنسان إلا إذا كان عن علم وعمد، والخطأ يمكن أن يكون ضد العمد، ولكن الخطأ يكون ضد العلم وهو الجهل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. والنسيان كذلك، لو فعل الإنسان خطأ نسيانا كمن يشرب في رمضان أو يسهو في صلاته أو أيضا مسموح، سامح الله بالنسيان جل وعلا. كذلك ما استكره عليه لأنه غير مختار، فلا يرتب الله الذنب إلا إذا اجتمع أمران، القصد والعلم، أما غير ذلك فإن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم.